الشبيبة حققت المهم في الشوط الثاني بتسجيلها 3 أهداف كاملة مقابل 0 وتوجت باللقب الشتوي. مجد بطمين أنهى تركيب الموضوع منذ لحظات. إليكم لقطات عن هذه المباراة. فريق شبيبة القبائل بكامل عناصره في أول خرجة للمدرب خلف محي الدين بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، وهو يعود لقيادة فريق شبيبة القبائل الذي قد معه أجمل اللحظات. وفريق عملة تنقل إلى تيزي وزو مع عودة مدربه الأسطورة عبد الحميد أزروال، وكله عزم على إعادة صورة الفريق الذي يعتمد على نفسه ويكون لاعبين لفائدة المنتخب الوطني. المباراة الأخيرة المتأخرة في جدول رزنامة البطولة الوطنية قادها الحكم عبدي مهدي بمساعدة زينات وللوشي. مع انطلاق المقابلة محاولات الشبيبة كانت كلها نحو الهجوم، بن الرحمن يفتح ومحمد رضا عباسي لم يلتقط الكرة. محاولات شبيبة القبائل مع نصائح المدرب محي الدين خالف تواصلت، وهذه القذفة أيضا من لوناس بن الرحمن، قذفة قوية مرت على مرمى الحارس بن طويل الذي عوض جرابسي، وحضور قوي للجمهور القبائلي. ثم لقطة أخرى بين محمد رضا عباسي وموسوني وتصدي بارع من طرف الحارس بن طويل أمام مكاني. أيضا في هذا الشوط ظهر فريق عميلة بوجه قوي وأنهى بالتعادل السلبي 0-0. في الشوط الثاني تغيرت معطيات المقابلة وأصبحت السيطرة مطلقة للفريق شبيبة القبائل، فرص عديدة خلقها مهاجمو الفريق ليرد عليها فريق عميلة بهذه المحاولة من طرف باشا الذي كاد أن يسجل على اليمين بغرارة حارس الشبيبة وابن عين مليلة. أيضا يأتي الهدف الأول لفريق شبيبة القبائل بعد هذا العمل الجميل من رضا عباسي ناحية يونس بن دحمان، وبطريقة أقل ما يقال عنها أنها رائعة جدا يحرر آلاف الأنصار ويسجل الهدف الأول لفائدة فريقه شبيبة القبائل من زمن الشوط الثاني. كيفية رائعة. هدف لصفر إذن بعد طول انتظار من هذا الجمهور. ثم محاولة أخرى في الدقيقة 11، تمريرة جميلة من بوقايت ناحية موسوني وراوغ الحارس بن طويل ويفتح بالمليمتر ناحية رأسية منير دوب الذي تمكن من إضافة الهدف الثاني لفريقه، وهو الهدف الثامن لمنير دوب مع شبيبة القبائل هذا الموسم الذي أصبح إذن الورقة الرابحة في هجوم الشبيبة. توزيعة جميلة من موسوني وهدف جميل أيضا من منير دوب، هدفان لصفر وفرحة كبيرة عند أنصار الكناري. منير دوب على الصورة يتألق من مقابلة إلى أخرى وأصبح واحد من أحسن أو من خيرة المهاجمين في الآونة الأخيرة. اللحظات الآن في الربع ساعة الأخير من المقابلة، انطلاقة أخرى قوية من وسط الميدان من بلقايد لاعب الدولية الذي يتمكن من تسجيل الهدف الثالث في مرمى الحارس بن طويل، وبكيفية جميلة أيضا من هذا اللاعب بلقايد فاروق. 3-0 النتيجة أرضت كثيرا المدرب وكذا أنصار شبيبة القبائل أمام الفريق الشاب علمي. النتائج الفنية، الترتيب بعد فوز شبيبة القبائل بعد فوزها أو قبل أن نشاهد الترتيب، نستمع إلى رأي المدرب الشبيبة سيد محي الدين خالف وكذلك الهداف منير دوب. بطل الشتاء إلى تتويج معنوي، ولكن ما نساوش باش نوهوا بالمجهودات اللي بذلتها المجموعة رغم كل مباراة المتأجلة وكأس إفريقيا، حاولت باش تعمل نتائج إيجابية في هذه المقابلات المتأخرة والحمد لله حصلنا عليها، واليوم رانا في المرتبة الأولى. يعني احنا على كل حال مسرورين بهذا التتويج الشتوي، وإنما احنا نتمنى إن شاء الله التتويج يكون في الصيف. أما احنا بالنسبة لنا السي مجيد تكلمت على التتويج الصيفي يعني كبطل، نقول باللي إلا المرحلة الثانية فهي مرحلة قوية، ف
فيها فرق محترمة، شباب بيركور، اتحاد العاصمة، البوليدة، سطيف، مولدة وهران، شباب جاية، كل هذه الفرق تقدر ترجع تنافس. هذه كما قلت لك سي تان دوار بور موا، هذا فرد ليا كمهاجم لازم كي ندخل الميدان. كما قلت العام اللي يقوموا به صحابي كما نقول لك يخلص عندنا احنا، ولازم احنا اللي كما نقول نجسدوه. الحمد لله كما نقول لك لا ريوسيت كاينه، كما نقول لك الثقه تاع النفس راهي كاينه. الحمد لله يعني من الاهداف سجلت 8 اهداف، ولكن بفضل كما قلت العام تاع صحابي مانيش نلعب وحدي في التيران، انايا لي جوار قام يلعبوا الحمد لله. سي طوميو بور موا بور ليكيب، باسكو كما نقول لك هدف كما نقول سجلوه انا ولا سجلوا الزميل تاعي، راح كما نقول لك يمثل 3 نقاط للفريق. يعني ماهوش كما نقول لك شرط او منير دوبي سجل، لاعبين قاوم يسجلوا، هذه الحاجه كما نقول لك اللي تفرحني انا. الحمد لله كما نقول لك ان شاء الله تكمل هكذا، يعني نزيدوا نفرحوا الانصار اللي هم كما نقول لك بالكم فرحانين بينا. بعد فوز شبيبة في اللقاء المتأخر على جمعية أنديلا، الرياضة لوحدها بفارق 2 نقطة على اتحاد العاصمة، وفارق 3 نقاط على وداد التلمسان، و4 نقاط على شباب بالوزداد، وكذلك وفاق سطيف في المركز السادس اتحاد بوليدة ب 23 نقطة، رفقة بجاية ومولدية وهران، جمعية وهران 22 نقطة، اتحاد عنابة ب 19 نقطة، جمعية أنميلا في المركز 11 ب 17 نقطة، رفقة شباب باتنا مولودية قسنطينة، اتحاد الحراش وشباب قسنطينة ومولودية العاصمة في المراكز 3 الأخيرة. ما دمنا